أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يعتبر بقاء أختي زوجتي عندي في البيت عدة أيام وأبنائي صغار وقد تخرج أمهم من البيت، فهل يعتبر بقاؤها في البيت خلوة محرمة؟ إذا كان فيه أبناء والأبناء يميزون من المميزين تزول بهم الخلوة، وخروج إذا كان خروجا طويلا مثل المدرسات يروح يدرس ولا يسافر للمدارس بعيدة أو يدرس ببلاد بعيدة وتأخذ ساعات، لا ما يصلح هذا. لكن إذا كان خروجها يسير وترجع مع وجود أحد في البيت تزول به الخلوة لا مانع. نعم.